معاكم عزود نونجي. عايز اقول بصراحه النهارده الجو في اسكندريه في نجمه بروده، يعني كان بعد 3 الفجر كان في هواء بارد، وانا ماشي وقت العصر الساعه 3 الجو قلب حر قلب نار، فالجو متقلب، شويه حر على شويه برد. دلوقتي الجو حر، عفوا دلوقتي في نجمة برودة وقت المغرب الساعة 4:30 دلوقتي العصر في نجمة برودة. تمام، أنا عايز أقول اللي يحب يمارس معايا رياضة المشي أهلا وسهلا، بس بكل أدب واحترام، غير كده ما بلش. أنا المحفز بحفز في الرياضة بس، أكتر من كده مفيش. في ناس هنا عارفيني، احنا قاعدين مع رياضة. تمام، شكرا لكم.